السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الأول، ودي الحلقة الخامسة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page number 14 او صفحة رقم 14، وكان بيتكلم عن الديلي روتين بتاع صديقتنا نورة، او الروتين اليومي الخاص بصديقتنا نورة. والنهاردة هنبتدي نشرح page 15 أو صفحة رقم 15، وعنوانها graphing our choices. graphing our choices، choices يعني اختيارات، و our الخاصة بينا بتاعتنا ملكنا، و graphing يعني التمثيل البياني. فاحنا هنمثل اختياراتنا اللي احنا اخترناها في شكل رسم بياني. والمطلوب مننا هنا يا أصحابي بيقول لنا look انظر at the class list. look انظر at على the class list، القائمة الخاصة بالفصل. count عد how many choices. how many choices كم عدد الاختيارات. are made التي تم اختيارها. for each category. for each category يعني لكل قسم، يعني لكل فئة. record record يعني سجل. the number الرقم. on the graph on the graph على الرسم البياني. مرة كمان look at the class list. count how many choices are made for each category. record the number on the graph. ومدينا هنا أصحابي bar graph أو رسم بياني بالأعمدة، عنوانه our choices. our choices يعني اختياراتنا، وطبعا زي ما احنا شايفين ال vertical axis وال horizontal axis المحور الرأسي عليه ال numbers from 1 to 10، وال horizontal axis أو المحور الأفقي عليه ال categories أو الفئات اللي احنا هنعمل عليها choices. فأول category أو أول فئة هي الفود، الفود أو الطعام. المفروض ان احنا عندنا الكاتيجوري ده هنختار، كل واحد هيختار الطعام اللي هو بيحبه من الفئة دي. فمثلا في ناس هتختار الفيش، الفيش او السمك. في ناس تانية هتختار التشيكن، التشيكن او الدجاج. في ناس تانية هتختار الميت، الميت او اللحم. في ناس رابعة هتختار البوتيتو، البوتيتو او البطاطس. فمثلا هنا عندنا four choices. four choices او اربع اختيارات اللي هما الفيش والميت والتشيكن والبوتيتو. تاني كاتيجوري او تاني فئة عندنا هي الكلوزنج، الكلوزنج او الملابس. في ولاد هيختاروا الجاكيتس، الجاكيتس او الجواكت. طلبة تانية هيختاروا التراوزرز، التراوزرز أو البنطلونات. في طلبة تالتة ممكن يختاروا التي شيرتس، التي شيرتس أو التي شيرتات. وفي كمان فئة رابعة مثلا لو هما بنات هيختاروا السكيرتس. فهنا عندنا برضو four choices أو أربع اختيارات لحد رقم أربعة. الكاتيجوري التالت هو الورك، الورك أو العمل. لو سألتهم كل واحد يحب يعمل ايه، ففي مجموعة منهم هتختار مثلا ان هي تكون engineer، engineer او مهندس. مجموعة تانية هتختار ان هي تبقى doctors، doctors او اطباء. مجموعة تالتة ممكن تختار مثلا ان هي تبقى police officers، police officers او ضباط شرطة. فبكده احنا عندنا three choices او تلات اختيارات. واخر حاجة الانترتينمنت، الانترتينمنت او الترفيه. الانترتينمنت او الترفيه وسائل الترفيه. فمثلا لما جينا سألناهم ايه هي الانترتينمنت بتاعتهم او وسائل الترفيه بتاعتهم، مجموعة منهم مثلا هيقولك playing او مثلا بيلعبوا كرة، كرة قدم. مجموعة تانية تقولك مثلا going to the cinema، going to the cinema ان هم بيروحوا السينما. مجموعة تالتة مثلا ممكن تختار ان هي watching TV، watching TV ان هم يتفرجوا على التلفزيون. فكده احنا بقى عندنا 3 choices، 3 choices او 3 اختيارات. يبقى عندنا في الكاتيجوري الاول اللي هو الفود
احنا افترضنا ان احنا عندنا 4 choices او 4 اختيارات اتفرق عليهم الكلاس بتاعنا. تاني كاتيجوري اللي هو الكلوزنج او تاني فئة اللي هي الملابس، كان عندنا برضو 4 choices او 4 اختيارات. تالت كاتيجوري او تالت فئة من الفئات موجودة عندنا الورك، احنا افترضنا ان احنا عندنا 3 choices او 3 اختيارات اتفق عليهم الفصل. ورابع كاتيجوري او رابع فئة اللي هي الانترتينمنت، افترضنا ان احنا الكلاس بتاعنا اتفقوا على 3 choices او 3 اختيارات. فبالتالي احنا بقى عندنا بيانات او داتا نقدر نعمل لها representing او تمثيل على الجراف ده او على البار جراف ده، وهنعمل لها تمثيل هنظلل كل بار او كل عمود من الاعمدة دي لحد الرقم اللي بيمثل عدد choices او عدد الاختيارات في كل كاتيجوري. ففي الفود كان في 4 choices هنظلل لحد number 4، والكلوزنج كمان كان في 4 choices او 4 اختيارات فهنظلل لحد رقم 4، والwork كان في 3 choices او 3 اختيارات فهنظلل لحد رقم 3، والانترتينمنت الانترتينمنت او الترفيه وسائل للترفيه كان في 3 choices برضو فهنظلل لحد number 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا يا اصحابي احب افكركم ان الارقام دي ممكن تتغير، مفيش اجابة نموذجية، كل واحد حسب الداتا او البيانات اللي ممكن يلاقيها في الكلاس بتاعه او في الفصل بتاعه. المهم ان احنا فاهمين السؤال ممكن يتحل ازاي، وبعد كده نقدر نعمل ريكوردنج او تسجيل للنمبرز اللي عندنا في الكلاس بتاعنا على الجراف اللي قدامنا. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 16 او صفحة رقم 16 وعنوانها reading a clock. reading a clock او قراءة الساعة، ان احنا بنقرأ الوقت اللي موجود على الساعة. ومكتوب هنا record، record يعني سجل، the time on the analog clock. record the time on the analog clock. الانالوج كلوك يا اصحابي اللي هي الساعة الغير رقمية، الساعة الغير رقمية اللي فيها عقارب وبنقراها بالشكل التقليدي بتاعنا، ودي الانالوج كلوك. الساعة التانية اللي فيها الارقام دي بتبقى اسمها الديجيتال كلوك. ديجيتال يعني رقمي وكلوك يعني ساعة، فالانالوج يعني الساعة التناظرية غير رقمية زي ما احنا عارفينها. بعدين بيقول لنا on the line، on the line يعني على الخط، on the line على الخط، under the clock، under the clock تحت الساعة. فاحنا هنعمل record او هنسجل the time الوقت on the analog clock اللي موجودة على الساعة الغير رقمية، on the line under the clock، on the line under the clock على السطر اللي موجود تحت الساعة. وطبعا يا أصحابي علشان نقدر نقرأ الساعة الانالوج أو الساعة الغير رقمية محتاجين نعرف شوية معلومات. أول معلومة إن الـ analog clock أو الساعة الغير رقمية بيبقى ليها 3 hands، 3 hands أو 3 عقارب. الشورت هاند، الشورت هاند او اليد القصيرة اللي هي بتمثل الساعات، بتلاقيها قصيرة كده وبتتحرك ببطء شديد، ما انت بتحسش ان هي بتتحرك. يبقى الدراع القصير ده او الشورت هاند دي او العقرب القصير ده خاص بالساعات. اللونج هاند، اللونج هاند ده خاص بالدقايق، في دراع طويل كده او عقرب طويل ده خاص بالدقايق، كل ما عقرب الثواني رفيع خالص ده بيلف لفة كاملة، عقرب الدقايق ده بيتحرك حركة واحدة، خطوة واحدة. يبقى مرة كمان عندنا الشورت هاند او العقرب بتاع الساعات، وعندنا اللونج هاند او العقرب بتاع الدقايق. شورت هاند او عقرب الساعات ده بيشاور على الساعة، واللونج هاند ده بيشاور على الدقيقة. فمثلا لو العقرب هنا موجود على الساعة 11 يبقى الساعة دلوقتي 11، وبعدين نشوف اللونج هاند او العقرب الطويل، العقرب بتاع الدقايق بيشاور على الدقيقة رقم كام. ولازم نبقى عارفين ان بين 12 وال1 في 5 minutes، وبين ال1 وال2 في 5 minutes،
وبين ال 2 وال 3 في 5 minutes، وبين ال 3 وال 4 في 5 minutes، ده بالنسبة لعقرب الدقايق، وبين ال 4 وال 5 في 5 minutes، وبين ال 5 وال 6 في 5 minutes، وبين ال 6 وال 7 في 5 minutes، وبين ال 7 وال 8 في 5 minutes، وبين ال 8 وال 9 في 5 minutes، وبين ال 9 وال 10 في 5 minutes، وبين ال 10 وال 11 في 5 minutes، وبين ال 11 وال 12 في 5 minutes. انا محتاج ان انتوا تبقوا مركزين معايا دلوقتي. لو جمعنا كل ال minutes دي مع بعض، ال 5 وال 5 وال 5 وال 5 لحد ما نوصل ل 12، هنلاقيهم 60 minutes او 60 دقيقة. يبقى كل ما العقرب الطويل ده او اللونج هاند ده لف لفة كاملة بيعدي 60 دقيقة، فبيتحرك العقرب القصير ده او الشورت هاند ده خاص بالساعات خطوة واحدة معايا. فيبقى مرة تانية، عقرب الدقايق او اللونج هاند بيتحرك خطوة اللي هي نقطة واحدة من الخمس نقط اللي بين مثلا السكس والسيفن، بيتحرك نقطة واحدة منهم كل ما عقرب الثواني ده الرفيع ده لف لفة كاملة. وبعدين لما العقرب الطويل ده او اللونج هاند ده اللي هو الخاص بالدقايق بيلف كمان هو لفة كاملة، عقرب الساعات اللي هو الشورت هاند ده بيتحرك برضو حركة واحدة خطوة واحدة. فيبقى لازم نبقى فاهمين الحاجات دي، هما ثلاث حاجات. اول حاجة ان في الانالوج كلوك او الساعة الغير رقمية حاجة اسمها الهاندز او العقارب، الشورت هاند او العقرب القصير بيشاور على الساعات، واللونج هاند او العقرب الطويل بيشاور على الدقايق، والعقرب الرفيع خالص ده الصغير ده والعقرب الرفيع خالص ده بيتحرك لانه بيتحرك طول الوقت لان هو بيشاور على الثواني. دي اول معلومة لازم نبقى فاهمينها. تاني حاجة لازم نبقى عارفينها ان ما بين كل نقطة التانية على الكلوك او على الانالوج كلوك في خمس نقط في النص. الخمس نقط دول ممكن يكونوا ثواني وممكن يكونوا دقايق، يعني ما بين 12 وال1 في خمس نقط هنا، ما بين 12 وال1 في خمس نقط هنا. الخمس نقط دول ممكن يكونوا بالنسبة لعقرب الثواني خمس ثواني يعدي عليهم على طول، ممكن يكونوا بالنسبة لعقرب الدقايق خمس دقايق يتحرك عليهم خطوة خطوة كل خطوة منهم دقيقة. طبعا عقرب الدقايق بيتحرك خطوة واحدة كل ما عقرب الثواني لف لفة كاملة وعمل دقيقة كاملة. تالت معلومة لازم نبقى عارفينها ان الدقيقة او ال 1 minute فيها 60 ثانية او 60 second، وان ال 1 hour او الساعة الواحدة فيها 60 minutes او 60 دقيقة. فزي ما قلنا ان العقرب بتاع الدقايق بيتحرك خطوة واحدة لما عقرب الثواني يعدي 60 ثانية يبقى كمل دقيقة. طب وعقرب الساعات ده بيتحرك امتى؟ لما عقرب الدقايق ده يتحرك 60 دقيقة، الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. نرجع نحاول نقرأ بقى الساعة. العقرب بتاع الساعات انهي عقرب فيهم يا اصحابي؟ شاطرين، احنا قلنا شورت هاند او العقرب القصير هنلاقيه بيشاور على 11، يبقى هنا الساعة 11 هنكتب 11. طب والدقايق فين الدقايق؟ شاطرين، اللونج هاند. طب بيشاور على دقيقة كام؟ احنا قلنا ان كل نقطة والتانية على الانالوج كلوك في بينها وبين التانية خمس دقايق، يبقى كده هنا عند الوان هنا في خمسة، هنزود عليهم خمسة كمان يبقى هنا 10، 10 وهنزود خمسة كمان يبقى 15، 15 هنزود على 15 5 كمان هيبقى 20، 20 هنزود على 20 5 كمان هيبقى 25، هنزود على 25 5 كمان هيبقى 30. يبقى الساعة 11 الساعة 11 و 30 minute الساعة 11 و 30 دقيقة. مرة كمان الساعة 11 and 30. تمام، ومدينا هنا اصحابي صورة الديجيتال كلوك، الديجيتال كلوك او الساعة الرقمية، ودي اسهل في قرايتها لان هي بتكتب لك الارقام على طول 12 ونقطتين
وبعدين 45 اللي هي الدقايق 45 دقيقة، الساعة 12:45. فنرجع للانالوج كلوك مرة تانية، هنلاقي الشورت هاند او العقرب القصير بيشاور على ال 11 او ال 11، واللونج هاند او العقرب الطويل بيشاور على نمبر 6 اللي هو لو قعدت تجمع الدقايق لحد ما توصل له هتلاقيها 30 minutes او 30 دقيقة. فهنكتب هنا تحت 11 وبعدين نقطتين 30 الساعة 11:30. وننزل للجزء الثاني اللي موجود في البيج هنا، وبيقول لنا هنا get up and move clock. get up استيقظ and move clock وحرك الساعة، ومدينا هنا analog clock او ساعة او ساعة غير رقمية ما فيهاش اي hands او اي عقارب. فاحنا المفروض احنا بنصحى الساعة كام؟ انت بتصحى الساعة كام علشان تروح لسكول بتاعتك؟ في ناس مثلا بتصحى الساعة 6، في ناس بتصحى الساعة 6:30. طب الساعة 6 أو الساعة 6:30 6 o'clock أو 6:30 بنشاور عليها ازاي؟ فهنجيب الهاندز بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وهنحط الشورت هاند أو العقرب القصير على 6 زي ما احنا شايفين، يبقى كده الساعة 6. طب لو هي 6 بالظبط يعني مفيش أي دقايق فوق الستة، يبقى اللونج هاند أو العقرب الطويل ما بيشاورش على اي دقايق بعد 6، فيبقى هنا عند نقطة الصفر اللي هي 12. طب لو هي 6:30 او الساعة 6:30 مثلا، فيبقى اللونج هاند فوق الشورت هاند، الشورت هاند هنا بيشاور على 6 وتبقى الساعة 6، واللونج هاند بيشاور على 30 دقيقة، يبقى الساعة كام؟ 6:30 الساعة 6:30، الساعة 6:30 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا حددنا الوقت اللي احنا بنصحى فيه. لو انت بتصحى في وقت تاني اظبط الساعة وموف كلوك للوقت اللي انت بتصحى فيه، وحاول طبعا تقرأ الساعة وتتدرب على قرايتها، لان انت كل ما تحاول تتدرب على قرايتها هتثبت المعلومة في عقلك بشكل اكبر، ويبقى الموضوع بالنسبة لك اسهل بكتير. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 17 او صفحة رقم 17، وعنوانها get up استيقظ and move clock وحرك الساعة record sheet. record sheet ورقة التسجيل. get up and move clock record sheet يعني الورقة بتاعة التسجيل الخاصة بالاستيقاظ وتحريك الساعة. وهنا طبعا بنفترض ان احنا بنلعب لعبة جميلة في الكلاس روم بتاعتنا، ان التيتشر بتاعنا مثلا كان مشغل لنا موسيقى، الموسيقى دي بتقف فجأة، احنا والموسيقى دي شغالة بنلف حوالين بعض جنب بعض، كل واحد ماسك في ايده الكلوك بتاعته بتحدد عليها الساعة اللي هو بيصحى فيها. فانا مثلا واقف معاكو في الكلاس روم، انا ماسك الوقت بتاعي على الانالوج كلوك بتاعتي اللي بصحى فيه، وكل واحد فيكم معاه الانالوج كلوك بتاعته او الساعة الغير رقمية بتاعته ظابط عليها ومحدد عليها الوقت اللي بيصحى فيه، وكلنا بنتحرك حوالين بعض والموسيقى شغالة. اول ما الموسيقى بتقف كلنا بنقف احنا كمان، وبنكتب اسم زميلنا الواقف جنبينا في الوقت ده، وبنكتب كمان الوقت اللي هو بيصحى فيه اللي انا شايفه على الانالوج كلوك بتاعته. فمرة تانية كلنا هنلعب اللعبة دي في الكلاس روم، هنشغل بعض الميوزك او بعض الموسيقى وهنتحرك كلنا حوالين بعض، وفجأة الموسيقى تقف احنا كمان هنقف، كل واحد هيكتب اسم اللي جنبه والوقت اللي هو بيصحى فيه على الكلوك بتاعته او على الانالوج كلوك بتاعته. فهنا بيقول لنا when the music stops، when the music stops عندما تتوقف الموسيقى، stand next to another student's clock، stand قف next to إلى جانب another student's clock ساعة خاصة بتلميذ تاني. write the name of the student، write the name of the student اكتب اسم التلميذ أو طالب اللي انت واقف جنب الساعة بتاعته ده. and record وسجل the time shown، the time shown الوقت الموضح، shown يعني موضح، the time shown الوقت الموضح. ومدينا هنا table أو جدول مكتوب فيه name of student، name of student اسم الطالب، time on clock
time on clock الوقت اللي موجود على الساعة بتاعته. فمثلا لو احنا قلنا ان اول طالب كان واقف جنبينا مثلا اسمه علي، واحنا بصينا على الانالوج كلوك بتاعته اللي هو كان ماسكها في ايده اول ما الموسيقى وقفت، لقينا مثلا موجود عليها واحنا لازم نتعلم نقرا الانالوج كلوك. اللعبة دي الهدف منها ان هي تخلينا نتعلم نقرا الانالوج كلوك ونبقى فاهمين ازاي بتتقري. فهنبص عليها ونكتب الرقم اللي عليها، فمثلا هنلاقيه 7:30، فهنكتب هنا 7:30. واحنا بنلعب اللعبة دي تاني والميوزك وقفت فجأة، لقينا مثلا واقف جنبينا زميلتنا مثلا اسمها نهى، فهنكتب هنا name of student نهى. بعدين بصينا على الساعة اللي هي بتصحى فيها، لقيناها مثلا 6:30، فهنكتب هنا 6:30. ورجعنا شغلنا الميوزك تاني، وبعدين الميوزك وقفت فجأة، وقفنا لقينا نفسنا واقفين جنب student تالت مثلا لو هو اسمه حسام، فهنكتب هنا حسام. وبعدين شفنا الكلوك بتاعته أو الساعة بتاعته، لقيناه بيعمل wake up أو بيصحى 7 o'clock الساعة 7، فهنكتب هنا 7. وكده احنا عرفنا ازاي السؤال ده بيتحل، وهو هنا طالب مننا ايه. والهدف طبعا من اللعبة دي زي ما قلت ان احنا نتدرب على ان احنا نعمل reading او قراية للانالوج كلوك او للساعة الغير رقمية. وطبعا الارقام اللي موجودة هنا والاسماء اللي موجودة هنا ممكن تتغير من شخص للتاني لان هي مجرد لعبة، وطبعا مفيش اجابة نموذجية. كده نكون انهينا شرح درس النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.